في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمريج من حجز عدد معتبر من المحركات المستعملة معدة للتهريب، وكذا الشاحنة المستعملة في التهريب. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة مفادها محاولة تهريب شحنة من المحركات المستعملة علامة شاحنة. على الفور تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية للمجموعة لسد جميع المنافذ المحتمل استغلالها من طرف المهربين. وفي حدود الساعة 5 صباحا تم رصد الشاحنة محل المعلومة من طرف أفراد دورية مركونة بجانب الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولاية تبسة وسوق هراس على مستوى بلدية المريج ولاية تبسة، بالضبط أمام شركة تزفيف الطرقات. سائقها نتيجة تضييق الخناق عليه قام بركنها بين شاحنات الشركة السالفة الذكر بغرض التمويه، ولذا بالفرار لوجهة مجهولة مستغلا جنح الظلام. عند تفتيش الشاحنة تفتيش أمني تم العثور على المحركات بمقطورة الشاحنة مخبأة بإحكام تحت ألواح خشبية ومموهة بمادة الحصى لإبعاد الشبهات والإفلات من قبضة المصالح الأمنية. هذه العملية أسفرت عن حجز 39 محرك مستعمل لمختلف المركبات، 5 علوبات سرعة مستعملة، وكذا الشاحنة المستعملة في التهريب. التحريات متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيه وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.